بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. درسي إنما أنت وحكب الله بنا آية ده لببغل يتوبان يكوبات سورة البقرة إلهي وحوليه هاي. سل بني إسرائيل، سل ويدي نبي محمد بني إسرائيل، إسرائيل عرورتي سيويدي، كم آتيناهم إنتين سيني أو من آية آية أو بينة عد، ومن يبدل عدي بدش نعمة الله نعمة الله من بعد ما جاءته مرك أتمت كذب كفر يقال لما كو بدش، فإن الله على شديد العقاب مد عقابتي سو أي درنتها أيوة هذا. وعن كسو ذا جرنيه تفسير في سورة دي هي سورة البقرة، ماشان إله سبحانه وتعالى وحقوق ورمي وحكو سابسا قلبي دجين نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا صحابة ديسا لو قلبي دجين ايو لو قونا قلبي دجين ايو بين انت ايا انكريد ايا انكرا ايان اهلو كتابك يهودو نبي محمد عليه الصلاة والسلام دينتي لغو سودة شي حق نمد ايدا ايا نبي محمد عليه الصلاة والسلام حق نمد ايسو اني سوح لاياب لاهين صابتوا محي ابن اسرائيل وحيس لقريه نبي موسى عليه الصلاة والسلام نبي نمد ايسي يا نبي موسى إن وحي أبدا أو آية إلهي سبحانه وتعالى أو سيو معجزوين أيضا إساس تهانا إي هادنا إيها هايين كوا كو قالوا بان نعمة إلهي سبحانه وتعالى أو نبي موسى وحي أولي يمد إنكرا أو ديدا أو بينيا إني أهايين هادي مركا نبي موسى عليه الصلاة والسلام أي قرايين وحي أفر أبدا معجزوين أنا لغو تاقير هادي بديدي تيرين أو نبي أي شيغان هايين وحي أبيه أولي يمدو حقها هادي بإنكري تيرين inay adiga ku inkiraan oo warka aad u aad sheegay ay diidaan in baabi awla wa hala yaabin marka diidmada ay warkaada diidayaan nabi maxamedo ilaahay marka wuxuu yiri sal waydi bani israaila israaili ilmihiisa waydi israaili waa nabi yaquub alayhi salatu wasalam kam aataynahum min tansina oo min ayatin ayat ah oo bayinatin ad oo xaq cadeynaysa iyo nabiga nabinimadiisa aad u farabadanta laga wada ayadaas waxa kamida u shii nabi muusa alayhi salatu wasalam oo tuuraayay markuu tuurana maska isku bedelaysa gacanti nabi muusa alayhi salaatu wasalaam oo guleetiga gelinayay kadibna ka soo bixinayay kadibna ololeysay oo ifays ushii nabi muusa uu ku dhufanayay alayhi salaatu wasalaam badda ee baddu kala dhanbalmays ushii nabi muusa alayhi salaatu wasalaam oo dhagax dhagaxyada kamida iskaga dhufanayay kadibna biyuhu ka burqanayay iyo harintii ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo daruuraha harinayay reer banu israa'il iyo almannu iyo wasalwaadi lagu soo dejinayay reer banu israa'il waa aayada fara badan oo ciidaas ka badan ayahay oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo ku ayiday oo ku taageeray nabi muusa alayhi salaatu wasalaam kadibna reer bani israa'il waxay ku bedeleen aayadahaas meeshii la rabay inay raacaan oo nabiga alayhi salaatu wasalaam ay taageeray nabi muuse kufriyay ku bedeleen arintii ilaahay markaa wuxuu yiri man yubaddil cidii badasha nicmata allaahi nicmada alle min bacdi maa jaa'athu markay u timid kadib ku bedesha kufran ku bedesha fa ina allaha ala shadiidu lciqaabi waa mid ciqaabtiisu ay daranta نعمة الله نبي محمد عليه الصلاة والسلام صادري درا صادري دين الإسلام كإله سبحانه وتعالى وافشين تذكى وافجيه إيوه شرعين تإلهي وخير كشرعيه ونعمة إله سبحانه وتعالى عيدها هس للشيء ونعمة إله سبحانه وتعالى قف في مركن عبوين كاس إلهي أن إلهي أول شكرين وأن إلهي سبحانه وتعالى أودي سأنو دليشن وأن إلهي سبحانه وتعالى نبي أو صادري أن كراعن ونبي أو صادري أن راعن ودين تي أن قاضا حقها وقف كو قالو دي نعمة داس إلهي نعمة دينا وحكو بدلي كفري وكو بدلي ماشي للربي نعمة دا إنو بدل كيدا لي مادو شكري إنو لي مادو نعمة دا شكري وغا جوابه كفري وغا جوابه إلهي مركو حيرو ومن يبدل عدي بدش نعمة الله نعمة دا إلهي أو الله أقلي من بعد ما قورتي كدب جاءته أي نعمة دا أتمت قفكي نعمة دا بدلو كفرا كو بدلا فإن الله ألا شديد العقاب وامد عقابتي سؤيدر انتهي كاس إلهي عقابايا زينا ولا قرحيه للذين كوي ولا قرحيه كفروا قالوا بأ الحياة الدنيا نرش الدنيا لا قرحيه ويسخرون وانا اي حقرايان وكوتيس جيسايان كواس قالوا بي من الذين كوي اي حقرايان وكوتيس جيسايان امنوا رمي والذين كوي اتقوا بقي او الى عقابتي اسك جيرنا فوقهم غالده كركود اي اهادن يوم القيامه ما انت قيامه والله الا يرزق وارزاقا من يشاء عدو دون بغير حساب حساب الان اي وارزاقا ماشان إلهي وحوه ورحمه سبحانه وتعالى قال هذا إن الدنيا ده بربري قيادة اللو قرحي الدنيا ده سنة أي كم من ميهين أي ده سنة أي إلاشدان أي ده سنة
كليه اي كو غرغر تمام وي كو دالان الدنيا سنا الله سبحانه وتعالى ايغانا و افوداي حي الدنيا دي بلي هنا الدنيا دا جنودا ماشا الدنيا دو نبي كو شيغ عليه الصلاه والسلام سجنك قفكه مؤمنك ايغا جنة اوتا الدنيا دي مركي لو فوداي وخا لاغيابا مركي الدنيا فر بدن هلان الدنيا فر بدن مركي هلان و خي بلاابايان اني جيس جيسان او حقيران ددكي مسلمين تا والدنيا اي تعبكيت او سي جيستي الله سبحانه وتعالى رالي جلين اي رالي جليان اي حقيرايان او كو جيس جيساي الله مركي وخه شيغا كواس لا حقيراه مالنت قيامه اني كوان حقيراي كسرينايا منزله اهان اي ديغان اهان اي درجه اهان الله ان عدو دون او ارزاق اي بغير حساب الله مركي وخه يري زينا ولا قرحي للذين كوي ولا قرحي كفروا قالوبي الحياه الدنيا نرش الدنيا لو قرحي يبربري قيداي دلالكيد الدنيا دا لغا دبا تورا ويسخرون وين حقرايان وكوتشيس تشيسايان من الذين كوي اي حقرايان امنوا رمي الله سبحانه وتعالى وحول بول الرب ان الرمي كوي رمي مؤمنين تا اي حقرايان كوتشيس تشيساي والذين اتقوا كوي بقي هم مؤمنين او الهي كعب صدي او الهي وحي او حرمي اني استعمالان اسكا جيري او كغاشانتي wixii ilaahay oo waajibiyay inay ka tagaan iska jiray fowqahum kuwan gaalada korkooda ayay ahaadeen yowmal qiyaamati maalinta qiyaamo oo xaga sharaftan oo ka sharaf badan yihiin xaga deegan ahana waa ka sareeyaano jannay degan yihiin jannaduna waa fiiciliyiin kuwan gaalada huna naaray degan yihiin naartuna fiisajiinay ku taala iyo hoose ku taala meesha jannadu ay samada ku taalo marka deegan ahana waa ka sareeyaan saasa ku dhacays suuratu al-mutaffifin waxa noo imaan doonta wax ku saabsan ka warramid laga warramayo jeesjeeska gaaladu ay adduunyada muslimiinta ku jeesjeesayaan iyo qiyaamaha waxa u dambeeya gaaladas jeesjeesaysa ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala innal ladina ajramu kanu min alladina amanu yadhhaku wa idha marru bihim yataghamazun wa idha anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafidhin فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إليه لي قالوا يا مجرمين تو وحي كو قصلان وكو جيس جيسان إلهي سبحانه وتعالى ذاتك مؤمنين تا وإذا مروا بهم يتغامزون عيال سغن ما ماشي كقارينا مركا مؤمنين تو صامران جدك واسقان جروفان ايان واسقويل جمين ايان وحي عربك إنها كو تاقا ايان ذاتك مؤمنين تا ايوه حقير ايوه كو جيس جيساي وما ارسل عليهم حافظين الى سبحانه وتعالى لو ما ندرس يعني وركوده واخا شيكشغان وما الىاليان لو ما ندرس فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون الى القيامه فاليوم الذين امنوا ما انت ايا كو يرمي من الكفار يضحكون ايغونا غالده كو قسقسلايا مركي غالده العذاب او العقاب اي اسك عبادايان اسك تللايا او قيلدو اي كدمانايسو نارته جهنم او اي كو دلوبايان daawana ayaan dadka muuminiinta waan ku qoslayaan wuliba oo ku jeesjeesayn si adduunyada ugu jeesjeesi jireen markaas ay ku qoslayaan oo gaaladuna ay cabaadayso cadaaban tahana muslimiintu maxay ku sugan yihiin ilaahay wuxuu yiri calal araaiki yanduruuna ku sugan araaik jamu ariik waa nooc ma doonta hadii la yiraahdo waxay ku sugan yihiin sariiro korka ka daboolan ayagoo ku dangiiga ayay ku qoslayaan ku jeesjeesayaan gaalada la cadaabayo oo naarta jahannama lagu cadaabay kadibna ilaahay suurada wuxuu ku gabagabeeyay hadalkii hal thawibal kufaru ma kanu yafcalun malaga amaal mariyay maanta gaalada wixii ay sameey jireen adduunyada oo ay kamid tahay jeesjeeska ay dadka muslimiinta ku jeesjeesayaan waa laga amaal mariyay ilaahay markaa wuxuu yiri walladina ku ittaqaw baqay fawqahum korkooda ayay ahaadeen gaalada yowmal qiyaamati maalinta qiyaamo wallahu allana yarsuqu wa arsaqa ma yashaa uidu doono bighayri xisaabin xisaab laan adduunya aakhiraba dadkan marka muuminiinta oo lagu jeesjeesa oo fuqarada ah faqriga dartiisna ay gaalada ugu jeesjeesayaan iyo dhibaatada adduunyo haysata ilaahay subxaanahu wa ta'aala hadaw doono adduunyada ayuu ku arsaaqi karaa ho si madax banaana xoolo loo si karaa si ilaahay subxaanahu wa ta'aala qasnadiisu waa buuxaane xoolahan gaaladu hadda ay ku kibirsan yihiin aan lagu meeri karaa lagu wareeji karaa sidoo kale oo gacantooda inta laga soo saaro ah waxa lagu wareeji karaa gacanta muslimiinta qiyaamahan ilaah subhanahu wa ta'ala cid uu doono bixiyo xisaab iyo arsaaqaha muuminiinta qiyaamaha waxa uu yaala oo u diyaarsan fadli aad u farabadan
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إله يدير سبحانه وتعالى إلى وحي سارك دقونا إيسا مغل قلب بن آدن أنكو صالعين. كان الناس أمة واحدة، كان الناس ضدك وحي أهادين وقت يهر أمة أمة أو واحدة كلي جيدة. فبعث الله إيه فاختلفوا ويس غلافين، فبعث الله الله وحصوص هاري النبيين مبشرين حاليين وبشارين أيو منذرين حاليين، وأنزل معهم نبي ذا معودا الله حسود جي الكتاب أي الكتب بالحق حال أي تهي كتب تمت كلها عن حق ليحكم سوءك سارو ألي أما كتابك أما النبي بين الناس ذاتك لحدو ذا فيما شيء أوك لسارو اختلفوا فيه إسكو خلافين، وما اختلف فيه حق إسكو ما خلافين إلا الذين كويموا يؤتوه كتاب كلاسي من بعد ما مركي كذب أي إسكو خلافين جاءتهم أي أتمد البينات بغيا أي إسكو خلافين حسد درتي وبينهم لحدو ذا هذا. فهدى الله ألا وهنوني الذين آمنوا لما اختلفوا شيء أي إسكو خلافين أي كوهنوني فيه لحديثة ومن الحق بإذنه إله إذن كيسكون هنوني، والله ألا يهدي وهنوننا ما يشاء عدو دون إلى صراط وضأيك هنوننا ومستقيم توسا. كان الناس أمة واحدة ما شأن إله حقوه سبحانه وتعالى ذاتك إني هل أمة هاجرين وحلقة وضعنا مفسرين تأنتوا ذا بضان وحكو الشيغان وحلهان نبي آدم عليه الصلاة والسلام إلهي مركو أبوري سوى النبي إلهي والنبي إلهي وقال له النبي كدقي حوانا فيرتي سلقا أبوري حواء كدبنا غير آدم أي كتر من حوائيه هي آدم عليه الصلاة والسلام وحي أهين ضدكو كوا كتا عن دينتي إلهي هي دينتي نبي آدم عليه الصلاة والسلام وتوحيد كاهيت زمن إيه وقت فربضان إيه قرون فربضان إلا واجي دنبه ضدك إيه إسخلافين وقار كمده أي مشركين إيه قالا أي نغدين قارنا إيه توحيد كيكو باقي نغدين ساسو مركي دعضانا إلهي سبحانه وتعالى وحو صادره رسول وصادره يا أنبياء إله وقوري نبي نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسل إلى أهل الأرض ونبي نوحها عليه الصلاة والسلام مركساس الأعذان نبي نوح لصادره عليه الصلاة والسلام إلهي مركو حويري كان الناس ضدك وحي أهادين وقت يهوري أمة أمة وواحدة كلي جيدة وكم إذا يسن توحيدك. فبعث الله مركو حلو سوق درا فاختلفوا سيدا غير أيونك قار كميدة بيهين فاختلفوا ويس خلافين ضدك. فبعث الله الله وحو صوصار النبيين نبي يدي أيو صوصار مركي إس خلافين مبشرين حاليهين نبي يدو هي أنبيدو أيهين مبشرين كوا بشارين أيو عد أيها الرميدة أو الرعادة جنقوا بشارين أيه ومنذرين حاليهين كوا ديقا أيو عد أيها عاسدة أو خلافتة أو كفر يقال لماذا كوا باقي نغطة وقدقا يا عذابك إلهي سبحانه وتعالى. وأنزل ألا وأنا سودجي معهم رسوشا معه ذا وحو سودجي الكتابة أي الكتب أي سودجي الله سبحانه وتعالى كتب بالحق حال أي كتب تيهين هو حق ديهان ليحكم بين الناس ليحكم سوء حكم أكل ساره فعلك يحكم الله نوال لقدقا وحكال ربنا نبيك لصدر أي وال لقدقا وحكال ربنا كتابك لسودجان والير ليحكم سيد أيها أكل ساره أما رسولك لصدره أكل ساره ضدك أما كتابك أكل ساره بين الناس ضدك لحدودة فيما شيء أكل ساره اختلفوا فيه إسكو خلافين وأه حق هي عضين تيس سيدتك واجه هره حق يكون مدى سنايا ويس خلافين وخلافك لحيمت خلافك نوحا كان إن ضدك قار كم بده أي حقك بيران ضدك إنتو ذا بضنع سيمرك إلهي سبحانه وتعالى ذاتك أوه كلاساره وحي إسكو خلافين أي إلهي سبحانه وتعالى ساسو يير وما اختلف اسم خلاف فيه حق الحديثة إسكو ما خلافين إلا الذين كوي موية أوتوه كتابك الذي يموي وهلو كتابك هيا حق إسكو خلاف من بعد ما مركي كذب أي حق إسكو خلافين جاءتهم يؤتمد البينات بيناتك آياتك على عدا ودليل كوها حق عدانتيسة هي رسولك يرسلش إلهي حق نمدو ذا هي وحي إلهي وسودجي سبحانه وتعالى حق نمدو ذا محاي اسكو خلافين مركز واشو وحي تايم محاي اسكو خلافين هدي بيهين داد كتاب لسي حقي محاي اسكو خلافين إلهي وحي ويري باقيا بينهم حسد لحد ذا هذا درتيس أي حقي اسكو خلافين أيها أسحس داي أيها محسل لأوك اسكو أقولين وكل قدو حساد كل قدو وقلبك كوضبك إلهي مركز وحي ويري فهد الله ألا واهنوني الذين آمنوا كوي رمي لما اختلفوا لما كي أيكوهنوني اختلفوا إسكو خلافين في الحديثة
قالوا كتابك او من الحق اه باذنه اله اذنك او بلاشيه سبحانه وتعالى اي قال له هنوني قالوا كتابك حق واسكو خلافين لكن اله سبحانه وتعالى وحكو هنوني شيء اسكو خلافين ضدك مؤمنين تها نبي محمد عليه الصلاه والسلام صحابديس وحيابه اسكو خلافين وحكم ده قالوا كتابك نبي عيسى عليه الصلاه والسلام ما نبي اله هي ما سماها قار كمده بل وحيبه قار كود دهان نبي نمدي waa nabi ay dhahaan qaar nabinimadii waa ka sii fogeeyeen waxay dhahaan waa ilaahay ama waa ilaahay canugiis ama waa thalu thalatha oo ku xad gudbeen qaarna waa wacalay dhahaan waa yahuudi ilaahay subxaanahu wa tacaala xaq wuxuu ku hanuuniyey muslimiinta waxay ictiraafeen sidii saxda ahayd oo ah inuu yahay addoon ilaahay rasuul ilaahayna oo ah waxyaabahaas waxaa kaloo ka mid ah sida saxiixa ku jirta maalinta اسبوع عيد او اه وحالو واجبي اني كدغتان مالنتا جمعاده اه ويسكو خلافين الهي هو بالمري الهي و خو هانوني سبحانه وتعالى امه المسلمين تها الله كو هانوني مركه النبي عليه الصلاه والسلام و خو يري فناس لنا فيه تبع تدكو انغينا راعسين فاليهود غدا والنصارى بعد غد يهود ومالنتا مالنتا جمعاده كدنبيد عيد كدغتين وانا دنبيان ماشي النصارى او سبديغا maasha nasaaradu ay ciid ka dhigteen maalinta maalinta iska sii dambeeyda oo ahada ah marka nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyamah nabiyyu alayhi salatu wasalam annaga ahku aakhirinta oo dambeeyay waqti ahaan laakiin waa ka horeyna kuwaas haga waqti aan hadda waa ka horeyna oo maalinta jimcada ah ka horeeyda maalmaha kale haga maalmaha ciida markii la fiiriyo waxa fara badan waa ay sheegan culimadu oo kale oo ilaahi subhanahu wa ta'ala oo annaga nagu hanuuniyay hadaan muslimiin nahay ahlu kitaabkuna isku khilaafeen والله ولا يهدي وهنونا من يشاء عدو دون الى صراط وضيق هنونا ومستقيم توصى نبي عليه الصلاه والسلام سيسح مسلم كتالبا الله وحو كتوغ جيره وحي ددك اسك خلافان كو وحو ده حق اه ان الله سبحانه وتعالى او كو هنوني نبيغا صلاه الليل كمركو توكنايو دعوين كو فرفره جيره وحا كميده اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم ربك جبرائيل يا ميكائيل إسرافيل يكيس فاطر السماوات والأرض أهايو أرضوينك يا سماواتك أبور كوذ باللابيو اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إلهي أذاك الحكومة وضتك الحكومة وحيسكو خلافانه اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إلهي وحي لا يسكو خلافي وقال شهادة درتي سوى هنوني كيس حقه إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم موحى أم ليسان مسلميني أن تدخلوا إن أدقليسان الجنة والحال لما يأتكم أوصيدين إما أن مثل الذين كوي مثل كوذي خلوا تقي من قبلكم أذين كورتين مصتهم وحاتابتي أو أصيبي البأساء وفقر الدرن إيا والضراء وعذر فربضا وزلزلوا وانا لقلقلي حتى يقول الرسول اي حتى قال الرسول الى رسولك كير اي والذين امنوا رسولك كوي رمي معه متى نصر الله اي متى ياتي نصر الله الا برارغ ان نصر الله قريب ودويها اله سبحانه وتعالى ماشان اله وحوغ ورم سبحانه وتعالى وحيابا كسابسان صبرسين لا صبرسين ايو ددك مسلمينتا اي اسي شيغيت مسلمينتا لو سي شيغايو ان لا امتحاناي وانا صمرني إله إنه إليه سبحانه وتعالى ولا نملونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين تدك مسلمين تأينيهين كوالا امتحامه ولا شربه وعبسي إيو لانتال لقر لانتاله نفتا يمال كبا إن لو امتحامه إيو حيوف ربضا يعدو يدباتوين يأفحمه أفي أدن با إن لو دباتين أيو قال أيكو دباتين إيسو فقري يدباتوين انا لغو صاباي اما فقري يدباتوين لغو امتحاماي واصمر اي وحياه بدا marka waxa la rabaa qofku muslimka ah inuu dhibaatooyinka u sabro dhibaatooyinkaas sabrida uu sabraana qofka khayr iyo wanaag iyo ajira ugu jira ilaa marka wuxuu yiri am xasibtum waxa amaleeyeen muslimiinay an tadkhulu aljannata jannada inaad galeeydan wal hal lama yaatikum awsana idin iman in mathalu alladheena khalu min qablikum wixii dadkii hore asibay oo kale inaysan idin ku dhicin jannadan iska gashaan miya u maleeyaysa ما يلي تصحما جنده وحا كهوريا امتحانا كهوريا جنده اسكغا دوكلسما اسكا ادما اسكا غلما سيفود لوما غلو جنده
jannada waa oodanta, waxaynu ku oodan tahay sida nabigu uga sheegay calayhi salaatu wasalaam, bil makaarihi ku oodanta, meesha naartuna ay oodan tahay laftirkeedu oo ood la-aan aysan ahayn ayna ku oodan tahay, laakiin bisha hawaati ay ku oodanta, waxyaabaha naftu ay jecesha, waxyaabaha naftu ay necabtahana waxaa lagu ooday, jannadiiyaa lagu ooday. أم حسبتم وحى مليدين أن تدخلوا إنا جليسا الجنة والحال لما يأتكم أوصى إذن إيمان مثل الذين أي مثل ما أصاب الذين مثل ما كي أوكر أوصى إذن إيمان أصاب أصيبي الذين كوي خلو تجي من قبلكم أذيك هرتين كوي إذن كهر يوحي كل عوك على إيدوس إذن كل عين مية ربتين أجنة قشان وترجيه سان ساس مية أم ليسان مرضعي سوى كلا والذين امتحاما مصتهم ويتابت كواس الويتابتو way asiibtay albaasaa'u faqri daran ayaa asiibay iyo wadaraa'u dhibaato fara badan oo cudur iyo jirkooda gaartay ayaa asiibtay wasulsulu waana la gilgilay kuwaas xataa yaqula rasuul ilaa rasuulki uu ka yiri loo soo diray dadkaas iyo waladiina kuwa ay dhaheen aamanu rumeeyay macaw rasuulka miciisa mata nasrullah nasriga ilaahay waa goorme waa dhibaatoonay waa rafaadnay waa daalnay waa ku raagnay dhibaatade nasriga ilaahay iyo gargaarka ilaahay waa goorma imata nasrullah imata yati nasrullah nasriga alla goormu imana marka ilaah adinkuna aad taas dhahdaan oo taas gaartaan jannada gali meedana ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka muslimiintaana waa la imtixaamay nabiga kaleey salaatu wasalaam saxaabadiisa ilaah nabiga kaleey salaatu wasalaam saxaabadiisa qaar kamid ay u yimaadeen magaalada makkah asagoo jooga gaar ahaan kacbada hooskeeda soo harsanay oo go'iisa barkan ayaa saxaabada qaar u yimaadeen markaasay wixii nabiga weydiin calayhi salaatu wasalaam waxay dhahayaan alaa tastansiru lana alaa tad'u lana ilaahi miyada gargaar noo weydiin ilaahi miyada noo bari dhibaatooyinkii lagu hayay oo mushrikiinta quraaysheed ay maka kula hiday ayay wax kamida uga warameen dhibaatooyinka soo gaartay in qaar kamida naftooda la gooyo qaar kamidana lagu ciqaabo oo lagu cadaabo magaalada maka kuleelkeeda iyo dhagxaanteeda iyo sheelamadoodeeda dhexdooda lagu cadaabo maalin qoraxdu kulushahay dulka inta la dhanba caadiyo korka dhagxaan fara badan laga saaro kuwaas waa noolaayeen oo naftoodu waa badbaadee kuwa la dilay oo waliba si fool xun loo dilay dumar saxaabiyaadkii ka mid ahaa waxaa laga yaabaa mararka qaar in labadooda lagu saasta loo kala qabto farjiga iyo xubin taranka looga dhufanayay waran looga dhufanayay saas naftu uga bixis muslimiintuna waxay sameeyaan ay aqoon oo awood ay ku difaacaan dadkaas ay salaheen marka waxay dhahayaan nabi ilaahay muwaad ilaahay gargaarna oo weydiinay marka nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri dadka idinka idinka horeeyay dhibaatooyin fara badan la soo marsii dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ahaa yuri nabigu kaleey salaatu wasalaam qaar ka mid ah oo muslimiinta idinka idinka horeeyay ka mid ah gaalada inay ta soo qabtaan gaalada diintooda kula dagaalamays iyo maxaa diintan u qaadateen xaqa ah gaaladu waxay sameeynaayeen meeshaar madax ka saaraya meeshaartaas lagu kirkira lagu wada ilaa laba qalbi qof uu kala dhaco mid kale nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam fargeeto aad u af badan ayaa loogu shanlaynaa jirkiisa lagu shanlaynaa markaasaa fargeetadu iyo biruhu waxay marayaan inta hilibka iyo u dhaxayda iyo lafta u dhaxayda lafta lagu qarar lagu siinaa jirkiisa lagu shanlaynaa waxa daadan oo dhacay oo sida tintii loo shanlaynaa waa jirkiisi iyo hilibkiisi arintaasuna diinta ilaahay inay ka baxaan u horseedimay adinkana ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri diintan u gargaara xataa yasiira raakibu min sancaa ila hadramut la yakhafu illa allah wa dhiba ala ghanami walakinakum tastaajiluna nabiyyu alayhi salatu wasalam diintan ilaahay wuu gargaara ila midka raakibkaahu aw socdo min sancaa laga bilaabo ila hadramut ilaahay cidaan inuu iska cabsaneen iyo bahalka yeydaahu inuu ariga ka cuno laakin waa degdegaydaan wiir waa degdegaydaan kadibna magaalada madiina ay yimaadeen muhaajiriintii ama dadkii magaalada maka lagu dhibaateenayay intoodii badneed oo nabigu horeeyay calayhi salaatu wasalaam magaalada madiina dhexdeedana waa lagu dhibaateeyay dhibaatooyinkii la gaarsiiyayna waxaa ka mid ahayd duulaankii xoogga badnaa oo lagu soo duulay ayuu magaalada madiina jooga iyo hareereyntii magaalada madiina la hareereeyay oo nimankii isbahaysatada ahaa ay hareereeyeen qaswatul axzaab markuu ilaahay ka warramayayna subxaanahu wa tacaala qaswatul axzaab iyo waxyaabihii dhacay suuratul axzaab ay noogu imaan doontaa in dadka muslimiinta la dhibaateeyey waa ka muuqata oo la imtixaama ilaahay wuxuu yiri id jaa'uukum min fawqikum wa min asfala minkum wa id zaaqat alabsaaru wa balagat alquluubu alxanaajira wa tadunnuuna billaahi dunuuna hunaalika ibtuliya almu'minuuna wa zulziluu zilzaalan shadiida markay idin yimaadeen bal ogaada oo xusaa la yidhi gaaladu min fawqikum wa min asfala minkum
حاجة كرة أي حاجة وصيد كريمات. وإزاغت الأبصار أرجدي وأيش وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون إلهي والله امتحان مؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا لقلقلا إلهي سبحانه وتعالى. مركا ضدك مؤمنين توال امتحامي وروى الله امتحامي امتحان وسويان امتحانك وحربا إن لقو قوليستو وإن لقو باسو لقو دادالو. مصتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا براروغ إلهي سبحانه وتعالى إن نصر الله نصر إلهي قريب ومدلو درسي جينو نمان تهلكاس النوجيوغو والله سبحانه وتعالى على وعلم بالله التوفيق.